تأخرت عليك صح؟ وأنا بين أقول ما الواحد بيلاحقني هذاك اليوم، أنا متخانو بيدور صمغ العمي، ما أنا جدار إنك هالصمغ بنفسه. حق اضحك مالك، والله إنه بلاش ما تدير يا الله، كيف أنت قال بصورة. أمان لو عقد حواجبي مثلك طول اليوم يمكن لا يرتبطي أو يقع فيه التماس. هنية لأمك الداري، أنا ما أقدرش أقول هنية لأمك لأني مش أمك أصلا. أمك لو ذكية وما سرقتك تفعل نقل قدم ولا تثبت أوراق الملكية، هكذا عاد يقدر يشلك، لكن ده عاد يقدر يشلك يعني. تعرف يا يحيى، أنا ما كنتش أتخيل يوم من الأيام إني ممكن أضحك بهذا الشكل، ولا حتى أحزن أو تختلف مشاعري. حياتي كلها كانت جامدة، ما بش فيها لا طعم ولا روح، إلا من بعد ما عرفتك اقتلبت موازين حياتي. كم تمنيت انه يكون لي اخ، ودحين معك اخ واخوات وام وقريه. اسمع انت حجي معنا القريه، لا تفكرش انك عاد ارتاح، امانه عاد ليش اتعباك، لانه انا نفسي اصير اتحسد واشتكت تجي معي وش تبرع الريحانه. ولا اقول لك ايش رايك نتبرع انا وانت، انا اديك لي وانت تديك لي، قصدي عشان لو افتضرت حقي الكلى يقع معاه واحد احتياط. جمعتنا بطن واحدة وفرقتنا الدنيا، أنت سامح أمك وتقبل أمي وسامح الكل عشان تعيش وتعايش، وخلي الحساب ليوم الحساب ولرب الحساب.